بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي واحد من الإخوة سألني على البوتا فيتيس متاع البيجو، منين يصبوا لها الزيت وقداش يصبوا لها الزيت وكيفاش. عندنا هذه فيهم أنواع، فيهم المازوت وفيهم فيهم الإيسونس، هذوما الأنواع. هذوما عندنا بالنسبة للصابون الأصلي، الأصلي هو يجي جهة السانكيام اللي هو البوشو هذا الصغير، عرفتوا؟ هذا الصابون الأصلي، هذا اللي هو المقياس نتاع الزيت، نصبوا لين يولي يقطر من هنا تقطير. هذا بالنسبه للصابون الاصلي. اما احنا نستخفوا بالصابون، نصبوا ديما من البوشون هذايا نتاع الرينفلير، هذايا نصبوا منه الرينفلير، نفرغوا هذايا، نحوه مفتاح 17 بوشون بلاستيك، هذايا يسمى منفس للبوات، نصبوا نحلوه. بعد ما نعملوا فيدونج من الكورونا ملوطه، من تحت الكورونا ملوطه، فما بوشون تحت الكورونا ملوطه، نفرغوا الزيت على الاخر، ونحلوا البوشون هذايا، نحلوا البوشون هذايا، ونصبوا لها اترتين ونص فقط، نسكروا من خاطر هذا المفتاح نتاعو مشكله شويه، ما تلقاش عند اللي يجي، لان مكانه ضيق، لان يحكم فيه الكاش هذايا. هو اللي عنده مفتاح هذايا هون يصب من هنا، يحب يصب من هنا، يصب لين يتعب وين يولي يقطر، كي يولي يقطر يسكر على روحه، وقت يرجع من هنا ترجع من هنا زيت ولا يقطر، يصب يسكر على روحه البوشون، والا فرغ البوات بكامل ويصب من هنا من البوشون هذايا، اسهل له لان جاي من فوق، فوق الموتور يصب من هنا، نحي البوشون هذايا نتاع المنفس هذايا رينفلير، ويصب من هنا ترتين ونص ويسكر 75 80. ديما البوات نوصيكم نقول لكم نوع الزيت 75 80 الرقم نتاعو. هذايا بالنسبه للبواتات الكبار اللي هما نتاع البيجو، موجودين الاكثريه في المازوت وفي الموتورات الكبيره. بالنسبه للبواتات الصغيره اللي هما في ليسونس، البوشون نتاعها كيف يجي من هنا، الاخرين تقريبا مفتاح 17 ولا 19، وهذه مفتاحك المربع، هذوما بالموتورات الصغار يعني في ليسونس جونيور والبوتات الصغيره يعني. في نفس الوقت كيف نفس العمليه، اللي يحب يصب من هنا يصب من هنا، واللي يحب يصب من الشون تاع الرينفلير يصب من الشون تاع الرينفلير. هذا الصوت، هذا البوشون تاع الرينفلير، نحي من هنا ويفرغ الزيت من اللوطه، نجم يفرغ من هنا الزيت، يفرغ من هنا، وفما في المازوت يلقاه هنا، يعني هما نفس المكان، يعني في البيجو جايين لوطه تحت الكورونا، هذه في البواتات الصغيرة في المازوت في الليسونس، وفي المازوت والليسونس زاد الاخرين فما البواتات الكبيرة تلقاها موجودة هنا، يفرغ الزيت من هنا على الاخر، يحب يخدم خدمة صحيحة على قاعدة، ويحل البوشون هذي اللي هو البلاستيك هذي الرينفلير المنفس هذي، ويصب الزيت من هنا اترتين ونص ويسكر على روحه. يحب يصب من المكان الاصلاني اللي وريت لكم هذي، اللي هو هذي في المازوت تلقاها مفتاح 17 تقريبا، وفي الليسونس هكا مفتاح مربع. هذا بالنسبه ان شاء الله تنفعكم العمليه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.